وردة الغضبان منال عمارة قالت عليها كيفاش تقول راجلك حزار ومخليك تعوم دو بيس حنان. طب عندها الحق، راجل حزار ما يخليكش تعوم بمايو. اما بعد سمعت سمعتك البارح في الراديو وحكيت معاها. باش تعوم انت؟ انا بالدو بيس. اما راجلي ما عنديش راجل دابا، مانيش معرسه، وراجلي ما كانش حزار. بيكم تضحكوا. قلتك مازلنا ما وصلناش. هذا عادي، هذا حزارة على الاخر. لا جمله ما يهمش، نص جمله تاعك ما شريتني ربي انا كما خلقت انا. لا خلاتي راي شو تدخل، قالوا دي برنامج راه برنامج راه منشط يقول لك تكلم ويقول لك خلي تقول خلي تقول اللي تحب هكا. ما انا تحب عجبتني الحكايه. فازي زيد خذ وقت، اعطيها وقت، اعطيها خذ راحتك. دونك سالا نوصل سيف ونشوفوا عاد كيفاش. هذا اول سيف مع بعض، اول سيف. معناتها انت تعوم بدو بيس نورمال وتقول والله التوب الكلام اللي قالته، اي ثبت لي روحك ما فهمتكش. اي معناتها كان عندك راجلك حزار تو ريسبكت. هي قالت خالي حزار. ليه؟ اما هي قالت تحكي على راجلها. ما انا سمعت في الراديو البارح لوغي با دو منال تعمل ستوري، خاطر نحبها ورده بالحق. ضحكني اغنيتها، ضحكني وتحكي على بدنها هي. هذه ورده غضبان تغني، شو تضحكك؟ جيم بيان لو بيرسوناج. موافقه ولا لا طب ولا فلوب؟ فلوب معناها ما ينجمش فنان ديجا في المجال الفني يجي يهاجم فنان اخر يقول له كان جاي راجلك حزار راهو مش ما خليكش تخرج بدو بيس. انت لو فات ديجا انك تغني عند برشا عائلات في الريف بوكو خوك ماهمش راجل وعيب، معناها عار يتسمى وعند برشا وحيد اخرين زاد كيف كيف. نحترمه، يلزم نحترمه الاختلاف. اون بليس منال محلاها والكليب محلاه، حاجه تهبل وشخصيه لبستها غنيه يا اخي. توا خالي حزار معناها تحكي عليها بالرسمي سي انت تعمل كليب نجم كيكا نابورتو كوا. انا اي شخصيه نحب نلبسها في كليبيتي ما عنديش مشكله، هي شخصيه نلبسها. تبدا تفهم فيك سيرين، معناتها انت من ناحيه مشكله من عندك ساعه تعرف ليش هي اللي هي ما عندكش تكون حزار ديجا اصلا ومرتاحه منها الحكايه تعمل تحب. شنو مفهوم الحزره؟ هي كلمه حزاره يعني. زي نتعمقوا في الموضوع خاطر مجتمع ذكوري بطبيعته. حزار تخلي مثلا المدام. شوف انا باش نحكي كان على روحي. توب ولا فلوب؟ فلوب. فلوب نحكي على روحي، معناتها انا كي نعرف بنيه نعرفها من الاول، اسكو تلبس دو بيس اسكو ما تلبسش دو بيس. لو كان لو شوا نتاعي باش يكون ديجا من الاول مبدا. اي وشو الشوا نتاعي؟ لو كان الاحزار وشو الشوا نتاعي؟ انا الشوا نتاعي بيرسونيل نحب لوفيرتور، يعني نحب بيكيني ونحب بيان سور. كيما اوني موديرن سامحني. اي مو جو فو اتخ نحب نعيش عيشه موديرن، عندي حق والله ما فهمتش. اي على باز نختارها هكاكا، نختارها كيما انا نحب. واضح من غير حزاره زايده. وجهه نظر نيقالو تقبل ولا انت؟ بلاش انا لازم شورت ولا فلوب؟ توب ولا فلوب؟ مش حال فلوب دون كونتر توب. جبه علاش شورت؟ شورت ومريول توتي لازم تعوم بيه، فماش لعب. حتى شورت شبيه وخلعه وهكا نحب حتى شورت عيب. جبه روح دخليني دوك بسيف نتاعنا باش نمشيو للاسكار. هي اللي يشتعوم، هي لابتيت سيرين والدنيا كله غزلها باش تعوم، باش ترتاح حوته اللوطه باش خليها انا. لا لا وهذا راهو باش ذكرني في الصيف، حتى كان فماش برنامج في الصيف خذني دوبلكس من راديو من البحر تنحكي. انا ضد زوز قطاع. زوز قطع، قطعة واحدة بقى. قطعة لف. بخيني بالحق أنا مو حزار، كيش زار. ودايوغ عندي أنا الديسكسيون ما بين أنت شنو تلبس وأنت وأنا شنو تلبس وش بيك لابسة كيكا. ديجا ديسكسيون ما أخلاقيا ما تجيش. أخلاقيا ما تجيش. ما عنديش حق أنا ندخل فيك. بلوس هي تحكي على خالها في الغناية، ما تحكيش على رجلها. خالها يلبس دو بيس. أي سي بون. حتى تحكي. وفينا الأخبار الأولى. علاش تقصي في لحظة يا محسن؟ لا أنا جاي كنت تحب تحكي على دو بيس يا محسن. أي تحكي على دو بيس. سيرتو يا محسن. شوف هما دي بيس اسبانيا، هما يعني مايو مايو قطعتين مايو في البحر للنساء والاخر يلبس كذا. ونحن يعني ونحن يعني جماعه البحر اللي عاشوا في الشتوت وكذاك وفي الستينات من بدايه السياحه ودخلت هذه التقاليد والمراه في ذهن العام. نحن راهو المراه عوره بكلها، لا تلبس لا تقول لي تلبس ما تلبسش يعني في الذهنيه القديمه كلها عوره. اذا نحن انا في البحر، في البحر دو بيس خارج البحر طبعا طبعا بنتي تلبس ومرتي تلبس وما عنديش حتى مشكله. برافو شايف في مازلت مي مقريبه وما الكابون اش بيكم يا امهاتنا وجدودنا وهذا موضوع مهم. راهو سي بون سي بون احسن تعادل اللي بعده.